حتى الآن لم ترد إحصائيات واضحة للأضرار التي خلفها المنخفض الجوي الذي ضرب محافظة أبيان خلال الأيام الماضية، لكن التقديرات الأولية لفرق حصر الأضرار أكدت أن المحافظة تعرضت لكارثة طبيعية نتج عنها تدمير البنية التحتية في الكثير من المناطق، بالإضافة إلى انهيار العديد من المنازل في بعض القرى القريبة من مدينة زنجبار. من المحتمل أن تعاد كارثة العام 82 بسبب الفيضانات السيول. بعد سيل 82 عملت المشاريع اليمنية السوفيتية في دفاعات، ولكن الآن مع مرور الزمن حدثت السيول فجوات وأصبحت المنطقة مهددة إن لم يوجد لها حل جذري أو معالجة، يعني معالجة للكارثة قبل وقوعها. وهذا ما نتمناه طبعا من المنظمات الدولية والسلطة والحكومة والسلطة. في منطقة يرامس شمال المحافظة تسببت السيول في جرف أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية نتيجة عدم وجود المصدات والحواجز المائية التي تضمن حماية الأراضي من الانجراف. المواطنون هناك اعتبروا أن الأضرار الكبيرة التي شهدتها المنطقة ناتجة أيضاً عن غياب الدور الحكومي في متابعة احتياجات المزارعين في عموم مناطق المحافظة. حجم الأضرار الذي تسببت فيها السيول في محافظة أبيان، فدمار في الأسماء المحاصيل الزراعية وجرف بعض الأراضي الزراعية، ويعود سبب ذلك إلى أهمال من الدولة ومن قبل المسؤولين عن ذلك. في الوقت الذي كان من المفترض أن يتم الاستفادة من مياه السيول في ري أكثر من 30,000 فدان في مناطق دلتا أبيان بحسب الخطط الأولية في مكتب الزراعة، غير أن نسبة الأراضي التي تم ريها لم تتجاوز 5,000 فدان، بينما زادت نسبة الأضرار في الأراضي والممتلكات، وهو ما يجعل السلطات في محافظة أبيان أمام تحدي جديد قد يستغرق الكثير من الوقت في معالجة الأضرار التي خلفها المنخفض الجوي. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.